وينضم إلينا من أسوان مراسل الغد أحمد مصطفى. أحمد، ما هي أهم ما رصدته خلال متابعتك لانطلاق مؤتمر أسوان؟ نعم محمد، انطلقت اليوم فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. هذا المنتدى الذي ينعقد على مدار يومين في أسوان بمشاركة دولية واسعة من عدد من زعماء القارة الإفريقية وقادة الفكر والسياسة حول العالم. هناك حضور من دولة أوروبا، وهناك حضور أيضا من بعض الدول العربية التي شاركت من خلال وزرائها في هذا المنتدى. هذا المنتدى الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة الإفريقية الروسية، ودعا زعماء العالم وزعماء القارة الإفريقية إلى حضور هذا المنتدى لمناقشة العديد من الملفات التي تهم القارة السمراء، وبينها الصراعات التي لا تزال تعصب بالمنطقة والتي تحدث عنها الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال افتتاح المنتدى، مؤكدا على أن الصراعات هذه كانت سببا في تأخر القارة الإفريقية كثيرا عن رغبة التقدم، وأنه وجب الآن التعامل مع هذه الصراعات عبر الدبلوماسية الوقائية وعبر وساطة، أن مصر مستعدة لبذل كافة ما لديها من جهود من أجل احتواء الأزمات التي تمر بها المنطقة الإفريقية. من أجل ذلك تقوم مصر بعقد هذا المنتدى من أجل إحياء عملية السلام في القارة الإفريقية مجددا، وأن تصبح وسيطا فاعلا في الأزمات التي تمر بها المنطقة، فضلا عن عملية الاستثمار والاقتصاد واستغلال موارد القارة الإفريقية بشكل أمثل، وهو ما تحدث عنه أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في المنتدى، والتي أكد خلالها على أن القارة الإفريقية تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة، ومن ثم يجب تضافر جهود القارة الإفريقية من أجل الوصول إلى ذلك، فضلا عن مزيد من التعاون وتحقيق الشراكات. لذا هناك العديد من المنظمات الدولية الاقتصادية المدعوة إلى هذا المنتدى للتعرف على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية. منذ قليل بدأت الجلسة الأولى وهي تحت عنوان إفريقيا التي نريدها، ويعني تحدث الجميع فيها عن أن إفريقيا التي نريدها هي إفريقيا بلا عنف، إفريقيا يتم تمكين وتعزيز دور المرأة فيها بشكل كبير جدا، وتحقيق تطلعات وأمال القارة السمراء. ولا يزال المنتدى تنعقد جلساته على مدار اليوم، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم فعالياته في تمام الساعة 9 مساء، وتبدأ فعاليات جديدة صباح يوم غد إن شاء الله. مراسل الغد أحمد مصطفى، كنت معنا من أسوان، فشكرا لك.